السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من صالة جدة. تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية رانا نشوفوا بأن معظم الجزائريين مامش على دراية بالانتخابات اللي حتكون في الرابع من شهر ماي، ولا بعدد أحزاب ولا القوائم الانتخابية. تابعوا معنا. 4 ماي ما على باليش انتخابات. لا خاطر ما نفوطيش، أنا قلت لكم على باليش نفوطي غير على الرئاسيات. شو نقول لك؟ والله ما على بالي. انتخابات. انتخابات وي. واش من انتخابات كاين؟ تاع ال ال تاع اسمه نسيتهم. والله ما على بالي واش كاين في الفوط. جامي فوت في حياتي. كي تسمع انتخابات شرعية؟ شرعية تاع الولائية راهم والله أعلم. انتخابات. والله ما على بالي تاع الشان تاع البوط يبوطيو على المير تاع الحزب هذاك. ما بالكش انتخابات كاين؟ والله ما على بالي، انا على بالي كاين انتخابات 4 ماي بصح تاع شغل ما كاين. انتخابات الرئاسيه. ايه واش كاين انتخابات ثانيك؟ قلت لك كاتب اللي حنا نفوتوا عليهم هذه. والله ماني جايبه خبش من انتخاب، والله ما على بالي لا في الغرب ولا في الشرق. والله كي سامع بهم والو، ماني سامع بهم والو. باش ما تجيش تهضر عليهم هم يقولوا بلي كاين الفوط. لا هم يقولوا كاين الفوط بيان سيغ، سمعنا بلي كاين الفوط بصح والله ما حبيش نفهم واش كاين تاع الفوط هذا. والله انا ما تغال الفوط وخلاص، تدير الفوط خير الاخر واحد يناسبك وخلاص، واحد تمثل يمثلك وخلاص. ما بالكش ما طالع عليهم واش كاين؟ طالع عليهم مازال ما شحال كاين من القائمه، شحال كاين من الحزب مشارك؟ 25 كاين 25 حزب وقيله ولا 29. والله ما على بالي القوائم ما نعلمش، واحد 40 37 وحزب كاين حزب مشارك؟ والله ما نعلم. باش ندخل في قائمه فيها واحد كيما الحاج ابراهيم، انسان تاع اسواق وسحر وشعوذه ويقلع الدروس. والله غير خاطيني السياسه نكذب على خويا، والله غير خاطيني. انت ودك تتعلق بالانتخابات؟ والله غير خاطيني، والله غير خاطيني، والله العظيم. شحال كاين حزب مشارك من قوائم؟ ما على بالي، واحد لا تيغيب الخبزه تاع ولادو قالت والله ما على بالي. انا ماني عارف حاجه. ما حوش انت ماكش حاب تعرف؟ ما نعرفش وما نعرفش. ما نحوش نفهم. افري ماي 5 ماي 5 ولا 4؟ والله ماني عارف. واش الانتخابات؟ برلمانية. برلمان. برلمان غرفة شرعية. سن قوانين. على باليش واش كاين. ما عادش مطالع. ما عادش مطالع عليها. ما تتبع في الحملة كاع. تتبع في الحملة أنايا. هذا الميدان ما نعرفش. الميدان هذا ما نعرفش. سامع برك بلي كاين انتخابات شرعية. سامع بها. ما بالكش شحال كاين حزب وقوائم ومشاركين في الشرعيات؟ لا تعودت شي، كان سقسيني علاش شتي تاع البارح نسيتها. تعودت شي لا والو. واش نعاود؟ عاود انتخابات. انتخابات. عيد النصر نورمال. عيد النصر. عيد النصر جاز. جاز. عيد النصر 19 مارس. 19 مارس مانيش عارف. ماكش عارف. سامع بلي كاين انتخابات. تطلع انتخابات. ما عنديش فيها. سامع بصح بلي كاين انتخابات؟ سامع بيه. والله مالي بالنورمال موقيل 23 واحد 23 هذه مش انت نتابع فيهم بزاف. هذا هو اللي عندي. الحمله انطلقت الحمله باش تتبع. مانيش نتبع. مانيش نتبع. علاش؟ ما عندناش الوقت. اكثر الوقت ما كاش. ونعرف والو خاطر انا خاطيني السياسه. علاش ما طالع؟ ما نكذبش عليك. ما نطالع. على بالي كاين احزاب بزاف. بصح ماش مطالع شحال كاين من حزب بي زي سي. ماش مطالع شحال الفوطي كيما انا كاين الناس. انا جامي نحسبهم تاع المير ولا تاع الوزاره ولا الفوطي. لا فوطي ونورمال. انا كل عند كل ما يكون فوط انا مع احنا كيما الشعب. ولا لازم فوطي وهذه بلادنا. ما تعرفش شنو فوط؟ والله ما على بالي. كاين باللي انتخابات تاع البلديات ولا تاع الولايات تاع البرلمان بصح ما خاطينا هذو امور. حتى من جهه القوائم للاحزاب المشاركه والو والو. الله يعلم كاين 20. واش 20؟ 20 قائمه 20 حزب. والقوائم؟ القوائم الانتخابيه هذه 20 قائمه ولا 20 حزب؟ دوكا كل حزب عنده قائمه. ودوك في القائمه مانيش عارف كل حزب شحال عنده في شحال صديبون شحال يطيحوا له الكراسه لداخل. طالع شحال كاين من حزب شحال كاين من قوائم مشاركين في الشرعيات؟ والو 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 والو. ما يعنيكش؟ ما يعنينيش. عليهم ان جور باش نطلع عليهم.
انا عارف واش فيها واش ما فيهاش، بصح ما عنديش الوقت باش نعرف واش القيمه شحال فيها. وما 400 ما عندي حتى معلومات على 400 تلمو كاين بزاف. ما عنديش انتخابات. ها سمعتوا بلي كاين انتخابات؟ ها كاين صح النومبر اكزاكت ما على باليش. على باليش ديباسيو بالك واحد 11 ولا شحال؟ واحد 11 حزب ديباسيو. قداش حزب؟ بالك بلوس. ها الله بربي والله ما على بالي راني ناسي واش من نومو مالويت مارس. لويت واش؟ مارس لا لا لويت مارس لا لا ان شاء الله. هنا رانا في افريل. لويت لويت افريل ماي 4 ماي لو 4 ماي وي. واش من انتخابات؟ انتخابات تاع تاع الاخر تاع قول لي تاع تاع الحساب تاع تاع وكنيدي سامع بلي كاين وفوط المهم مع الناس وصح. واش نقول لك؟ ما عنديش معلومات حتى ويدا سكنك على عدد الاحزاب ولا القوائم المشاركه في هذه التشريعات. ما عنديش علاقه ما عنديش والله ما عندي علاقه ما عنديش والله ما عندي مع السياسه ما عنديش علاقه. احزاب مشاركه شحال كاين؟ ما لا بيزر بالك 10 بالك قوائم 45 وقيله 26 وقيله 26 قائمه في 10 احزاب. والله ماني قابض هكا ماني عارف بالك 16 20 40 والله ما على بالي والله ما على بالي كاع. واش طالع عليهم؟ ما طالعتش عليهم خدمه بالخدمه للدار. ما عاكم خدمتي وكي تكون انتخابات الروعه فرق خدام غدو. ما كنت معاك هكذا بلا ما يقولوا كاين انتخاب هكذا ما تحوش تعرفوا واش من انتخابات واش كاين؟ والله ما نعرف والله ما نحوس نفهم والله ما نحوس نفوتي وخلاص روح كيما انا كي الشعب فوتي وصلت لي.